أغلى الدول العربية من حيث ثمن الموز. عاشرا المغرب بدولار وعشرين سنت للكيلوغرام. تاسعا فلسطين بدولار وسبعة وعشرين سنت للكيلوغرام. ثامنا قطر بدولار وستة وخمسين سنت للكيلوغرام. سابعا الأردن بدولار وسبعة وخمسين سنت للكيلوغرام. سادسا السعودية بدولار وواحد وستين سنت للكيلوغرام. خامسا الإمارات بدولار وثلاثة وسبعين سنت للكيلوغرام. رابعا عمان بدولار وسبعة وسبعين سنت للكيلوغرام. ثالثا الكويت بدولار وثمانية وسبعين سنت للكيلوغرام. ثانيا الجزائر بثلاثة دولارات وعشرة سنت للكيلوغرام. جاءت أولا تونس بثلاثة دولارات وعشرين سنت للكيلوغرام.